الطلب؟ لما بيقري الصوان. شلون يعني؟ يعني الصوان بيقري شيء؟ لا. هو الطلب ما حيجي. لكان ليش عم تنزلوا طلبات لغيرنا؟ لأنه غيركم بيدفع، أنتوا على الوعد يا كمون. هالاجتهاد من عندك؟ لا، المعلم قال ما ننزلكم طلب لتدفعوا بسلام، شنو حسابكم كبير. ليش أخي؟ أكلنا عليكم شيء؟ لا، شربتوا علينا شيء. هلا هالكام ليرة يلي بدكم ياهن منا، مو مقيدين عنكم بالدفتر؟ مقيدين، بس إمتى الدفع؟ لك إمتى الدفع مو ذات أهمية، المهم مقيدين. مقيدين بس إمتى الدفع؟ لك شو بيعرفنا إمتى الدفع؟ شو نحن بنعلم بالغيب؟ لكن خليكن على أماري. واقف لإلا. هلا إذا إجاكم زبون جديد ما بتعرفوه، بتنزلوا له الطلب قبل ولا بتاخذوا منه قبل؟ لا، بننزل له الطلب قبل بعدين ناخذ منه. عال عاملونا بالمثل. افهمك. هداك زبون ما بنعرفه، بس انتوا المشكله بنعرفكم. اخي انا لقيت حل. اسمع، هلا اذا اجى زبون وطلب منكم فنجان قهوه، شرب الفنجان قهوه وقالكم ما معي، شو بتساووا؟ بنحط رجلنا بظهره وبنرفسه. عال كثير. نحن لكان جبلنا اثنين قهوه سكر وسط لحتى نشربون، بعدين نعطيك ظهرنا وترفسنا هيك برجلك وبتجيبنا لبرا. افهمك. امشي عم قلا. ماشي سيدي. امشي كمان. لا امشي. شو عامل اخ؟ حرامي. ليش شو ساري؟ لك ساري ارغيفه من الفرن. باطل. وليش ساري ارغيفه؟ لا بدي اعمل برنيطه. ليش ساري هو؟ جوعان بدي اكل. له لك يا ولدي، حدا بيسرق لياكل؟ الواحد بيسرق ليحسن معيشته، ليشتري سياره، يشتري بنايه، يعمل رصيد ببنك، ما بيسرق لياكل. لك امتى بدنا نصير مثل اوروبا؟ لك مو بس هيك. خير ان شاء الله سارق زنقوله لبنه مع الرغيف. لا لكن عامل إشاعة إنه في أزمة غلا بالحارة. يعني ما في أزمة غلا؟ لك أي أزمة؟ لك شي بيحرق القلب. لك لكان شلون عم بيشيع إنه في أزمة غلا مع إنه في أزمة غلا؟ عمين امشوا. لا طيب. شو شافت الشباب مطروبين؟ ايه مبسوطين كتير، سعداء سعداء ان شاء الله. على طول شو اللي ساعدكم؟ ازمة غلا ما في، ازمة سكان ما في، ازمة مواصلات ما في. العمى لكن شو في؟ في احترام للمواطن وبس. بكفي. لك اعطيني. لا 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 No.